بوغ لو مومون الجديد ديالي هو اللي راني كنخدم عليه تقريبا ديال شي 4 سنوات، هو الاغنيه الوطنيه اللي سبيسيال، يعني شي حاجه ديفيرون يعني في المغرب، وان شاء الله تعجب المحبين ديالنا والمغاربه. اغنيه وطنيه اللي خديت عليها التهنئه عند سيدنا اللي من هذا المنبر كنوجه له تحيه كبيره والعائله ديالو وجميع المغاربه. اغنيه وطنيه اللي سميتها ماي موروكو، يعني فيها تقريبا شي 5 ديال اللغات، المهم وزيد ان شاء الله منين تخرج تبقى مفاجاه. وعندي اغنيه ان شاء الله غادي نطلع لبلجيكا حيت كنوجد تما الاغاني تاعي، اغلبيه الاغاني تاعي عندي اغنيه يعني عاطفيه، ومن بعد كاين كان بروجيات اخرين ان شاء الله. وعندي مع الاخ سامي راي الاغنيه اللي خرجنا في المشكل اللي وقع لنا، مشينا نتعشوا صدقنا في الكاشو سيل شويه ديفيرون يعني في الراي. فوالا، لا الحمد لله ما كاينش مشكل. انا كنعرفين المغاربه كنخدم هنا في يعني في الصيف كنكون هنا في لي فيستيفال، في الشتاء في اوروبا، يعني في العالم كندورو العالم كامل الحمد لله، وما عندي ما كاين مشكل، ما عندنا مشكل حتى مع شي واحد. السيد شوف دابا كل مره كتبدل الموج، واحد الوقيته كانت كي كنقولوا الاغنيه الشبابيه، دابا هذا السيل ديال الراي الواي واي اللي مشي فوالا. وحنا ديما مع الجديد فيما كتكون، وحنا متبعين الجديد يعني في داك السيل، يعني كنديروا حتى داك السيل، اي السيل طرحنا معاهم. المنافس ديالي دابا كل واحد والطريقه ديالو ديال الغنى، كل واحد له التامبغ ديالو، كل واحد له السيل ديالو ديال الغنى، كل واحد متبع. بحال دابا مثلا كاين اللي عنده المدرسه ديال مثلا الشاب مامي، كاين اللي عنده ديال الشاب ميمون، كل واحد والطريقه ديالو، يعني ما كاينش ما نقدرش نقولوا منافسين، كل واحد والبركه ديالو. شو انا عايش في اوروبا كندور عالم كامل الحمد لله، ملي كنغني يعني حتى حدا يعني لي زوروبيان وهداك الشيء كيموتوا على الراي ديالنا، غير حنا ما كايناش واحد الالتفاته كبيره باش نهضر صراحه من الاعلام، يعني حتى من التلفازه وداك الشيء ما كاينش واحد الالتفاته كبيره للشرق، لان خصك تعرف بان الناس الراي عندنا في المغرب فين كاين؟ كاين في الشرق، والدراري كتلقى مساكن ما عندهمش الفلوس باش يجيو حتى لهنا لكازا، يدوزوا في لي راديو، يدوزوا في التلفازه، ويعني والاعلام ما كي يعني ما دايهاش فيهم. سي بوغ سا حنا الراي ديالنا ما وصلش للعالميه. واللي بغيت نقول تحيه كبيره للمغاربه داخل وخارج الوطن، وتحيه كبيره لسيدنا والاسره العلويه ورحنا كنموتوا عليه، وتحيه كبيره للامن، وتبارك الله عليكم، وان شاء الله ننتظروا الجديد نتاعي معكم الشاب سيمو. تحياتي حصريا على موقعنا. هل لديك صفحه وتريد ان تروج لها؟ هل لديك مؤسسه، محل، بضاعه، خدمات، وكاله سياحيه او علامه تجاريه وتريد ان تروج لها؟ إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.